مرحبا، اليوم في هذا الفيديو سوف أشرح لكم طريقة تشغيل ألعاب PSP على الكمبيوتر. أولا كل ما سوف نفعله هو حاكي PSP. طبعا هناك حاكي اسمه PPSS PP، رابط تنزيل سوف تجدونه في صندوق الوصف. عند دخول رابط سوف تتجهون لهذه الصفحة. نذهب ل داونلود أو على حسب جهازك. طبعا أنا النظام الذي مثبت على جهازي ويندوز، كل ما علي هو فقط تعديل ويندوز وتنزيل البرنامج. بالنسبة لي لكروت الشاشة انتل فالنسخة المتوافقة مع كروت الشاشة انتل الطيبة هي 0.9.1. كل ما عليكم هو الضغط على الداونلود و الفيديو. عذرا استاذ، تحميله. بعد نستخرج ملفات خاصة بنا. نستخرجها. بعد استخراج نذهب للشغال وندخل إليه. طبعا هذه النسخة 0.9 متوافقة مع أغلب كروت الشاشة التي تدعم الأوبن جي إل 2.0. لهذا إن كانت لديك كارت شاشة أي فقط نزل هذه النسخة. وطبعا المحاكي يدعم اللغة العربية لكن لا نستخدمها. أولا سوف أشرح لكم طريقة تشغيل الألعاب في هذا الفيديو. كل شيء في فيديو واحد. أولا نذهب جرافيكس، بعد نذهب لمود، بعد نذهب لنام فيرد ريندرينج سبيد اك، بعد ننزل لفريم سكيبينج ونضغط على واحد، بعد ننزل قليلا ونضغط على سبلين بيزير كورس كواليتي، ننزل لو بعد ننزل قليلا بعد any stropping filtering نجعله off، بعد texture filtering nearest، بعد ننزل قليلا مرة أخرى ونضغط على disable alpha test، بعد texture كورد سبيد هاك و نزيل لنعرض كم الصور منبثقة في الثانية تدور على FPS. بعد ليزي او disable slower effects ونغلق البرنامج ونعيد او المحاكي ونعيد تشغيله. بعد عند عمل هذه الخطوات ما علينا فقط تحميل اللعبة. طبعا انا سوف
هذا الموقع إيمو بارادايس وتدخل إليه. بعد ننزل للدايركت داونلود ونضغط عليه سوف يبدأ التحميل أو يطلب منك إدخال كود الكابتشا فبعد يبدأ التحميل. طبعا اللغة نزلتها من قبل تفك الضغط على وتعيد فك الضغط عليها حتى تظهر على صيغة ايميج او ايزو. بعدها نذهب للبرنامج ونذهب للمسار الذي توجد به اللعبة. نذهب لمن تظهر اللعبة، تدخل إلى بعض وانقر عليها وتبدأ مباشرة. إن كنت تريد اللعب بالجويباد أو يد تحكم فقط عليك بالنسبة تحكم PS3 يجب عليك تثبيت درايفرات لقد شرحت طريقة التثبيت مسبقا في فيديو في القناة سوف تجد رابطة أسفل الفيديو. أو إذا كانت عندك يد تحكم أخرى لسب للجهاز خاصة ما عليك فقط إدخالها وإعادة تشغيل البرنامج المحاكي وتشغيل اللعبة وإعادة عمل إعدادات للبرنامج. ما عليك هو الضغط على H-Chip. بعد أن نذهب لجيم سيرينجز بعد كنترولرز بعد كنترول ليمينج ننزل للدائرة ونضغط على الدائرة وننزل ل اكس نضغط على اكس سكوير مربع زلات ويكون كل شيء تمام. الآن فقط كما ترون بعد تصوير سرعة الانبثاق 15 صورة في الثانية لا بأس بها. عند بدون تصوير تكون عند 30 كما ترون شغالة فقط مباراة عادية.
وصلنا للفيديو الى 3 على لايك للدعم واشتراك لترى فيديوهاتنا الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.